السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم دانا، أهلا بحضرتكم. النهاردة هنتكلم عن كيفية إصلاح الهيدفون في حالة حصل به كسر. زي ما أنتم شايفين الهيدفون ده حصل به كسر، ولكن برضو الهيدفون شغال. ده يعتبر جالي ملزوق بلاستر، فاحنا عايزين نخلي شكله جميل ونخلي قوة متانة في اللحام الخاص بنا. هنستخدم أمير أو سوبر جلو، وهنستخدم فلين. استخدمنا قبل كده الفلين مع البنزين وقدرنا نلحم بيه اخشاب، وقدرنا نلحم بيه برضو الحديد، وقدرنا نلحم بيه قطع بلاستيك. النهارده هنعمل فكره جديده للحام البلاستيك. اول حاجه هنفك القطعه البلاستيكيه بحيث نخرج القطعه المكسوره. في بنز هنا هنحاول نخرجه الناحيه الثانيه زي ما واضح امام حضراتكم، بحيث نحصل على القطعة الصغيرة اللي هي القطعة اللي هي انكسرت مع القطعة دي، فنحاول نرجعهم مرة تانية. اول حاجة نحاول نثبت القطعة في مكانها الاساسي، وبرضو ممكن لو في اي بروز باستخدام صنفرة نحاول نناعم المكان. نعمل تثبيت مبدئي بحيث نعرف نثبت القطعة في مكانها الصحيح. ننتظر بضع من الثواني بحيث السوبر جلو ينشف شوية زي ما واضح أمام حضرتكم. فاضل معنا دلوقتي نعمل تثبيت عميق أو تثبيت شديد. أري قطعة صغيرة من الفلين نحاول نثبتها هنا عند وضع السوبر جلو عليها، هيحصل لها انكماش. زي ما واضح امام حضرتكم بيتحول الى مادة اخرى. نحاول الحذر انه ممكن يلزق في ايدينا. وبرضه يفضل لبس ماسك بحيث في روائح او غازات تنطلق ممكن تكون ضارة بالاشخاص اللي عندهم حساسية. كده يعتبر تحول السوبر جلو مع الفلين الى قطعة لحام شديدة او قوية شديدة التماسك بطريقة شديدة جدا زي ما هو واضح امام حضراتكم. هننتظر بضع من الوقت بحيث ينشف. هنحاول في الوقت ده نفك البلاستر الناحية التانية. بعد ما فكيت الناحية الاخرى، الناحية اللي احنا لحمناها زي ما واضح امام حضراتكم لحام شديد جدا. هنحاول نثبت القطعة في المكان المخصص ليها مرة تانية. زي ما واضح امام حضرتكم كده رجعت زي الأول. يعتبر انتهينا زي ما واضح امام حضراتكم. هنشوف الناحية التانية برضو. واضح انها متثبته قبل كده بسوبر جلو فقط لا غير، مما ادى الى كسرها بسرعه. فاحنا القطعه ده هي اعتبر عليها ماده لاصقه قبل كده ونشفت، فنحاول نصنفرها بحيث نخرج البلاستيك مره ثانيه. بعد كده هنثبت تثبيت مبدئي.
قطعة من الفلين، نضعها نبتدي نضع عليها السوبر جلو. من الداخل أيضا بحيث نضمن الثبات الخاص به. بعد كده تأكد ان الحمى بطريقة شديدة جدا زي ما واضح امام حضرتكم، اللحم شديد جدا. هنثبت القطعة من اعلى او نحاول نقفلها. كده زي ما واضح امام حضراتكم الناحيتين سبتوا معانا. اللحم الزيادة ده باستخدام صنفرة او مبرد نعمل له ازالة. كده انتهينا. هنحاول نجرب السماعة. السماعة اشتغلت وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة. شكرا لمتابعين قناتكم مبدعاً، أتمنى تكونوا استفدتوا معنا. أرجع الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.